أحمد سنجاب، اطلعنا على ما لديك من أنباء بشأن هذه الهزة التي وصلت إلى لبنان، كيف هي؟ تحياتي لك في البداية. بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم وتحديدا في الثالثة وثلث فجر اليوم شعر سكان لبنان بالكامل هزة أرضية شديدة استمرت قرابة 40 ثانية وأثارت حالة من الذعر في عموم الأراضي اللبنانية. الكثير من الأهالي نزلوا إلى الشوارع وخرجوا إلى مناطق مفتوحة، وخصوصا أن هذه الهزة الأرضية الشديدة أعقبها هزات ارتدادية، بالإضافة إلى أن الأوضاع المعيشية في لبنان هناك انقطاع كبير تام للكهرباء من بعد الساعة 12 مساء من المولدات الخاصة، بالإضافة مع ذروة العاصفة فرح التي تضرب لبنان على مدار 4 أيام. كان المشهد بشكل عام مشهد يثير الذعر والقلق، وكان أبرز مثال على ذلك أن الصليب الأحمر تلقى العديد من البلاغات بأزمات قلبية وحالات من الذعر والهلع في عموم الأراضي اللبنانية. ربما لا توجد خسائر بشرية بفعل هذه الزلازل وتبعاتها التي كان آخرها منذ قرابة حوالي 4 ساعات تقريبا هزة بقوة 3.3 ريختر في منطقة المتن، وهيئة الأرصاد أو هيئة الزلازل هنا في لبنان أكدت أن ليس لها علاقة بزلزال تركيا. فيبدو أن هناك مزيد من الهزات الارتدادية في لبنان خلال الأيام القادمة، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم العالي إلى منح أجازة وإغلاق جميع المدارس على كافة الأراضي اللبنانية يومي غد وبعد غد، غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وهذا هو القرار المعلن. ربما أن هناك قرار غير معلن بأن هناك تعطيل أيضا للمصالح الحكومية، وذلك بعد تشكيل لجان من وزارة الداخلية ونقابات المهندسين في لبنان بالإضافة إلى البلديات وكافة الأجهزة المعنية لمراجعة كافة المدارس وكافة المنشآت الحكومية والسدود في البلاد والوقوف على مدى تأثرها من الهزات الأرضية التي ربما تكون الأشد في لبنان على مدار 100 عام بالكامل. نعم يا أحمد. ربما لم يحدث دمار مثلما حدث عام 1957، ولكن ذلك بالفعل التطور العمراني في البلاد. هناك أيضا التساقط للسلوك بشكل كبير وسط مخاوف من أن يكون أسفل هذه السلوك طرقات مشققة بها شقوق أو شقوق بالجبال في المناطق الجبلية في لبنان. فربما الأزمة أزمتان يا أحمد، الحديث عن الثلوج التي تغطي كل الدول والحديث عن الثلوج في الشمال السوري على الأقل ارتباطا بهذا الزلزال. لضيق الوقت شكرا لك أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت.